الصفقة المثيرة بين واشنطن وطهران 6 مليارات دولار مقابل 5 أشخاص وصفت بالمثيرة للجدل ورفضها الجمهوريون، ولكن جميع الخطوات تمت والخطوط العريضة اتضحت، وتبقى فقط كيفية تسليم الأموال لإتمام الصفقة. فماذا يحدث بين واشنطن وطهران؟ بحسب وكالة أنباء رويترز، الصفقة المتوقعة تتلخص في تسليم طهران 6 مليارات دولار كانت تخضع للعقوبات من أجل إطلاق سراح 5 أمريكيين كانوا محتجزين لديها. ولكن ما التفاصيل؟ في البداية صادرت الولايات المتحدة المليارات من الدولارات في كوريا الجنوبية التابعة للحكومة الإيرانية في ظل العقوبات المفروضة عليها، ولكن كان لواشنطن هدف آخر وهو مواطنوها في سجون إيران المحكوم عليهم في قضايا عدة. مليارات إيران التي تدرس واشنطن الآن كيفية تحويلها ومراقبة صرفها داخل إيران التي تعاني أزمات اقتصادية تتم مقابل 5 أمريكيين هم سيماك مازي وعماد شرقي ومراد طهباز وآخر فضل عدم الكشف عن هويته بجانب سجينة أمريكية أخرى. نقل هؤلاء جميعا خلال الأيام الماضية من سجن إيفن سيء السمعة في طهران إلى أحد الفنادق الفاخرة تحت الإقامة الجبرية. فهل نالت هذه الصفقة رضاء الكونغرس الأمريكي؟ من شأن نقل أي أموال أن يثير انتقاد الجمهوريين بشأن دفع الرئيس الديمقراطي جو بايدن فدية للإفراج عن مواطنين أمريكيين واحتمالية استخدام إيران المال المخصص لأغراض إنسانية في تمويل برنامجها النووي أو دعم الفصائل المسلحة في دول مثل العراق ولبنان واليمن، وهذا ما يرفضه خصوم الرئيس الأمريكي. أما طهران فتسعى بشتى الطرق للوصول إلى الأصول المجمدة في الخارج، لا سيما ما يقرب من 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المقيدة في البنوك الكورية الجنوبية.